طبتم وطابت أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر الأعزاء لمادة اللغة ألف في مساق الأدب. أعزائي، خلال هذا الأسبوع لدينا مجموعة من الموضوعات والمفاهيم، سنراجع سوياً أسس التقييم الخارجي في الورقة الأولى والورقة الثانية، كما سنراجع أسس التقييم الداخلي التقييم الشفهي، ونختار سوياً المادة التي سوف يقيم عليها كل طالب منكم بناء على اختياره الشخصي. وسوف ندرس قصة سنتها الجديدة لميخائيل نعيمة من كان ما كان، ونقوم بتحليلها تحليلا أدبيا مكتوبا. من أهم ما سنتعلمه خلال هذا الأسبوع ما هي طريقة التقييم الشفهي، وما هي منهجية الكتابة في الورقة الأولى ضمن منهجية التحليل ووفق معايير هذه الورقة، وما هي منهجية التحليل التي سنطورها بناء على تقديمنا السابق في السنة الماضية، وما نريد الوصول إليه في نهاية هذا العام الدراسي، وما هي مفاتيح النص القصصي، وكيف يمكن أن نحلله بأفضل طريقة ممكنة. أعزائي، قصة سنتها الجديدة لميخائيل نعيمة بدت أقرب إلى البناء القصصي المتكامل، حيث بدأ الحدث فيها مع لحظة وجود رجل في مكانة أبي نصيف بطل هذه القصة، صاحب المكانة الدينية والاجتماعية، ومع ذلك فلن يجد من يرثه لأنه قد أنجب بنات، سبع بنات. وفي لحظة ولادة المولود الثامن له كان أبو نصيف هائجا غير متزن، ينتظر أن تضع زوجته ولدا ذكرا، وفي انتظار هذه اللحظة يعيش لحظات موزعة بين الحلم والواقع، فهو لا يريد أن يسمع إلا أن زوجته قد وضعت ابنا وأن القابلة ستخبره بذلك. حتى الصور التي كانت على الحائط للقديسين واللصوص قد انقلبت إلى صورة طفل صغير هو ابنه الذي سيولد في مخيلته، لكن أماله تذهب مع الريح عندما يكون المولود بنتا فيبادر إلى حملها إلى المقبرة ليدفنها حية. يصور نعيمة في هذه القصة بعضا من جوانب تفكير الناس في بلاده في بدايات القرن العشرين، ويستعمل في ذلك أساليب عديدة منها السرد والوصف والحوار وإظهار الدهشة، ويستعمل لغة سهلة واضحة أقرب ما تكون إلى لغة الشعب التي يستخدمونها في حياتهم اليومية، مما يضفي على هذه القصة طابع الواقعية، وهو ما امتاز به أدب ميخائيل نعيمة. ولا يخلو أسلوبه من التعريض بالمعتقدات الاجتماعية والعادات البالية التي تسيطر على المجتمع العربي واللبناني بشكل خاص. أعزائي، في هذا الأسبوع سوف نستكشف الكتاب والقراء والنصوص والزمان والمكان من خلال دراسة العمل القصصي والكتابة فيه. دعونا نتساءل أعزائي، كيف يختلف نوع المعرفة التي نكتسبها من الأدب عن النوع الذي نكتسبه من دراسة الفروع المعرفية الأخرى؟ وما مدى تأكدنا من المعرفة التي تنشأ عبر قراءة النصوص الأدبية؟ توقف عزيزي الطالب وتأمل، ما هي سمات متعلم البكالوريا التي يمكنك أن تكتسبها أو أن تعززها خلال هذا الأسبوع من خلال هذه الدراسة، عندما نتأمل هذه النصوص وعندما نتفكر بها ونهتم بالقضايا المطروحة بها ونكون مسؤولين تجاه مهماتنا الموكلة إلينا.
أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن مواصلتكم واستماعكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.